كابتن شريف لو اخترنا رجل المباراه؟ انا قلت لك خلال المباراه ان الشناوي انا سعيد ان هو النهارده. انت متعاطف مع الشناوي؟ لا مش تعاطف بس يعني انا شايل الراجل شايل جولين ثلاثه النهارده. انا احساسي ان هو لا انا قصدي انك متعاطف معاه عشان الهجوم اللي عليه الفتره الاخيره. كلنا غلطنا في الملعب وكلنا، وهو لما طلع ناحيه الشماش يعني ما توسمش، الكره خدعته انها ما راحتش ناحيه ال 18 طلعت لبره شويه، هو رجوعه بس. بس انا عايز من الشناوي حته بقى يعني صغيره كده يبقى اكثر كلاما مع الناس اللي قدامه. يعني لازم يبقى فيه مخاطبه كتير قوي، بيتكلم كتير بالناس اللي قدامه محتاجه. صحيح بس هو اللي يوقفهم، هو اللي صح يعني بس بهدوء شويه. بهدوء من غير عصبيه، من غير عصبيه يعني حتى واحنا بره الجيم يكلموا بعض في الاستراحات في البتاع، نروح لازم نعمل كذا وما اعرفش ايه، تبقى الروح احلى يعني. صحيح طبعا الروح موجوده وكل، بس عايزين الحته دي ترجع تاني، هو يوقف الناس دي. كابتن اسامه، انا بالنسبه لي رامي ربيعه هو ما لعبش الماتش اللي فات، بس النهارده تحسه قافل ناحيه اليمين كويس، شغال في الجبهه دي رغم ان هو سيرد باك، يعني كان بيلعب بثلاثه، فرامي واخد الجنب اللي فيه ورا كريم فؤاد، وبعدين لما نزل هاني كان بيزود حتى في الكرات العرضيه، مزود نص الملعب، قافل على نص الملعب كويس، واحرز هدف جميل في وقت حساس. صحيح. فانا شايف انه رامي ربيعه. بس انا طبعا بضيف صوت الكابتن شريف ان الشناوي، انا وجهه نظري افضل لاعب في مصر في خلال الثلاث اربع سنوات اللي فاتت، وافضل حارس في افريقيا، والدليل على كده ان هو خدها اكثر ثباتا في المستوى. اكثر ثباتا في المستوى، كونه ان يجي له فتره اتهز فيها او اخطا في بعض الحاجات او كده، ده وارد لاي لاعب، لكنه من اكثر اللاعبين اللي افادوا النادي الاهلي ومنتخب مصر في الثلاث اربع سنين اللي فاتوا. صحيح. كابتن عادل، انا اقول لك احد وما تردش عليا بعديها خلاص. حاجه شخصيه، جمهور النادي الاهلي. انا عارف انك هتقول كده والله. عارف ليه؟ لان رغم الزعل شوف بيعملوا ايه. بالظبط، عشان كده ده درس. هو النجم الاول والاخير في فرقه النادي الاهلي في الفتره دي، في النهارده والفتره القادمه، هيبقى جمهور النادي الاهلي ومساندته. طيب ولو اخترنا واحد في الملعب؟ انا مش هقول لك النهارده، انا مش هقول لك جمهور النادي الاهلي بس. طيب كابتن بلال، اوعى تعمل لي مفاجاه انت كمان. مختلفين النهارده كل واحد واحد. لا مش مختلفين والله يا كابتن، بس الكابتن عادل احنا عايزين لعيبه كابتن مع جمهور الاهلي على على دماغنا كل ما احنا جمهور الاهلي اللعيب رقم واحد. هو انت ما هو قلت له خلاص. ايوه انت جمهور الاهلي اللعيب رقم واحد. ما قلت له خلاص يا عم زياد. اتفضل يا كابتن بلال. فظيع يا كابتن. خلاص قلت له خلاص عشان بيحبك بس. لا انا قلت ما حدش يرد عليا بعديها، لان انا الجمهور بالنسبه لي اللي شفته النهارده ده درس لاي حد. صحيح. يعني الناس تبقى زعلانه كده ويروح والحماس والقوه دي ويشجعوا. واقول لك حاجه كمان، وسيد عبد الحفيظ يلا. كابتن عادل عايز اقول لك حاجه. الناس بتحسدنا على جمهور النادي. طبعا. يا كابتن صعب جدا انك انت تكون وصلت خسران. انت خسران بطوله. صحيح. خسران بطوله الكاس. صحيح. وجمهورك يروح وبالقوه دي والى اخر لحظه وهيفضل معاك، عشان كده انا بقول لك لا يضاهي حد النهارده. كابتن بلال، انا بشوف رامي ربيعه النهارده بخلاف الهدف، يعتبر الهدف ده يعني نقطه، يعني نقطه تحول في الماتش ونقطه فاصله كمان في المباراه يعني، لكن اداؤه النهارده كان متميز حقيقي. تمام، يعني في اوقات كتيره جدا قلنا ان رامي ما كانش بيأدي كويس، لكن النهارده الحقيقه اداؤه متميز بغض يعني بخلاف الهدف كمان وروحه العاليه كمان. وروحه العاليه النهارده كابتن اسامه يعني قال حاجه كمان مهمه جدا، قال كان بيساهم في اوقات كتيره جدا في بناء هجمات. مظبوط. بالكرات الطوليه بتاعته. صحيح. يعني الحقيقه وكان متميز فيها، في واحد عملها لعبد القادر كان ممكن تبقى هدف، وهدف رائع جدا جدا جدا. فانا بشوفه يعني واحد من افضل اللعيبه النهارده الموجودين، ويلي الشناوي يعني زي اتفق مع برضو. وانا معاكم برضو بتفق معاكم مع كابتن شريف، يعني بتفق معاكم فعلا ان النهارده رامي ربيعه يستحق رجل المباراه، ومن بعده محمد الشناوي.